زيج دي السلام عليكم. السلام عليكم. قناه ديجي نحاج قاوك شنو هي الموافقه؟ اسمك الكامل بعدا او شنو هي الموافقه؟ اسمك الكامل عمي الحاج. اسمك الكامل او شنو هي الموافقه؟ نعم اسيدي السيد فريفيلان، السيد فريفيلان هي ثلاث ساعات. ايوا سيدي وسخسخ 200 الف فرانك راح غادي يمشي ثلاث ساعات. المدير هنا هو بن ساعاتين ان هي ان غسالي الشكا غير الرباط ان هي 10 لو كان خسر 200 الف فرانك يسخسر كل شيء هي الساعه قد كل شيء 12 مترو. شكل الوراثه وشي ليش الوراثه؟ الوراثه باب انت الدارث الوراثه تمورت راح كي دير سيمانت الناس وكشي هي الموافقه زي غاسفغي سي فغي فيلان قاي طفا كي دير تغنات المدير نسعاتين هاكي طفا تغنات اني غاسفغي شكاي على الرباط اني هي 10 حيدي ذي ابشي انا تصدق ما كيسقار ولد علي بن حمو. نعم اسيدي انا كنخلص الواجب ديال المخزن جيراني خاصني نتفاوض غاسل كلشي تفاوض كلشي غاسل تفاوض الجوار كلشي عندهم الضوء الجوار كلشي عندهم الضوء دابا نعم اسيدي واش إجا إلى جا الواد راني على الواد إلى جا الواد ما يديش الساعة ديال الكونتور ديال الضو الضو ما يديش الواد أنا خاص الواجب. أنت إناش الخو ما بابنين تفاوت المدير تفاوت قصد الضغير زار وتيشربوا تفاوت. هو المدير ديال الساعة قال لي ما نعطيكش الساعة راك على الواد ما نعطيكش الساعة ديال الضو ولكن راك على الواد دارت منه قلت غادي دير الشكا للرباط قال لك دير 10 اها شحال كاينه؟ 10 10 شكايات ها؟ يعني حتى 10 اين يدير حتى 10 روك الجيران من خلاص نتفاوت الجوار كلشي عندهم كلشي عندهم ساكنين على الواد ساكنين على الواد ها هما في الوسط ديال الواد ها هما في الوسط ديال الواد عندهم الضو كلشي عندهم الضو انا شدوا معايا المغنى ما نعرف علاش هيك راك تشوفوا هيك الارتزاع يلا 12 متر ولا 11 متر بينو وبين الارتزاع ديال هذا راه 200 الف فرنك اللي قصرت انا في طبعا انا عشت بفوز عمي الحاج ميتيران